في بث اخر مره اخرى من قلب منطقه مولاي رشيد المجموعه 4. انا وصف لكم الاجواء اللي حدايا، دنيا عامره، الناس كلها جات باش تازر هذه السيده، هذه فاطمه الزهراء اللي هي بائعه الدجاج، هي والزوج ديالها داروا مساكن هذا المحل. من بعد ما السلطات سدوا لهم المحل الاول، ولكن للاسف الشديد اليوم جاوا باش يسدوا لهم هذا المحل. حقه ما حقه، قال لهم القيد بان ما عندهمش رخصه في القانون، ما كايناش رخصات ديال محل ديال الدجاج. يعني هذه السيده كيطلب منها السيد القائد ديال هذه المنطقه اللي تنشكروه بطبيعه الحال على المجهودات اللي كيقوم بها، قيد كيطلب من السيده تعطيه رخصه، مع العلم ان كاين بزاف المحلات التجاريه محلولين بحالها، حتى واحد فيهم ما عنده رخصه. ماشي بوحده اللي تضرات، ضرر معها حتى هذا السيد اللي هو مول المحل وكاري لهم. هذا السيد مسكين ما لاقي ما ياكل. اليوم جينا باش نسمعوا المعاناه ديال هذه السيده، وكنشكروا الناس اللي ازروها وقفوا معها، ومن بينهم هذا الراجل اللي بكى، لا هو لا هذا الراجل هذا، لان مسكينه ظروفها، عند الولد مريض سرطان الراس. هي القانون اختي ما كيحمي كل واحد. ان السيده ما شدوش على شي حاجه كراف، والناس كتشوف المحل هو نقي الحمد لله، بحال بحال الناس انسانه نقيه، وكتبيع وتشري مع الناس، كيجيو عندها كليان ديالها محترمين كتبيع وتشري معاهم، ولكن الناس كيشوفوها تبيع الكثره. علاش تتبيع وانا ما نبيعش؟ ولكن هي كدي واحد النسبه قليله وكتبيع. ما تقولوش وقف ورايا شي دريس، اجي سيروا لي وتفرجوا فيه. كتبيع واحد النسبه كثيره تبارك الله، والدجاج عندها كيجي كنشوفوا حنا. ما تيقول لك الحوانت مصفه والرزاق مختلف، الرزاق مختلف. حنا ما كنتصارفوا معاه ما والو، ولكن حنا كنجيو للمارشي كنديروا التجاره. عمرك سمعتي اختي؟ كنديروا التجاره وكنعرفوا الحرفه كيفاش، العدو ديالك في الحرفه كيفاش. حنا كنديروا التجاره، كنجيو كندوروا على الناس. دابا درت انا تنجمعت الكريدي عند الناس ماشي مشكل، ولكن ملي كيشوفوا الانسان كيبيع وادي وكيبقاو يتهموه بشي حاجه حرام. ما عندها شي حاجه، القانون كاين، ما عندها شي حاجه كراف. المحل ديالها مزيان، كلشي مزيان، كتخدم، كليان ديالها مزيانين، الثمن كيعجبهم، ولكن الانسان حشوم باش يظلموا عليها. يقول لها انت عندك كديري الدجاج، كيجيب لا فاكتور من المارشي، من ما كاينش شي حاجه. ما كايناش شي حاجه سميتها الرخصه ديال مول الدجاج. لا الفاكتوره ديالها. واش ما كايناش شي حاجه سميتها الرخصه ديال المحله ديال الدجاج؟ ما كاينش نهايه، ما كايناش الفاكتوره ديالها كتبيع وتشري. هي كتجيب الفاكتوره ديالها دابا البون ديالها من الحبيبه. اه اقسم بالله اختي تاع الدجاج مزيان. لا ما بايناش على الصوت. سمعتي؟ هاد السيد هذا اختي كيبيع الدجاج مزيان، راه على الانسان كيقول لك ملي كطيح البقره كتكتل الجناوة. هاد السيد هذا بغاو يسدوا ليه، بغاو يسدوا ليه. عمرنا مراتنا ولا وقعت لينا شي حاجه، راه عاد سموا الغيره والحسد ديال البشر. كيبيع قل من الناس. شوفي شي هاد السيد هذا كيبيع الدجاج، يعني قل ماشي بشي ثمن كاع كثير باش طيح. درهم جوج درهم بحال هكاك، ماشي كيبيعوا بحال هما كيبيعوا به. نديروا 20 درهم كاع، نديروا 20 مثلا، هو كيبيعوا 300 كاع. حنا درنا مثلا هاد السيد هذا معاون مع الناس، ولا كتبع الشومه. انا درهم الدول منقوصه درهم لا كثر بعض المرات. وشوف هو حر يبيع باش ما بغى، غير هو دابا ملي كت المشكل اللي كاين. فاطمة الزهراء راه مورات، جات تقدم من عنده 10 الاولى وال10 الثانيين، كيتقدر وليدك كيشوف كيما كيدبحوا كيديهم سخان، ما فيهم حتى شي حاجه. تنبشر والو، تقولي قسما بالله العظيم. كي اختي هادشي ديال التجاره دابا الناس، دابا الناس البوسطاء تيقلبوا على الرخاء. لا دابا اختي هادشي ديال التجاره، حنا كحياتنا كامله دازت التجاره. تقدر تقدر اختي هادي الا ما تهموكش بهذا الشيء، يقدروا يجيبوا لك واحد قاعد دابز معاك باش يربجك، فهمتي ولا لا؟ حنا كنبيعوا ونشريوا. يقدر بنادم انت كتبيع هو ما كيبيعش يجيب لك واحد. عاب هضر معايا قال لي اش كيقولي انت، راه ما قاتلنيش جوع. عندي واحد المرض، قال لي شوف انا ما بغيتي تحيد غندير لك الحشيش ونصيفط لك الحبس. راه عنده في التليفون اختي. وحيد تحيد الكارو واجي عندي، حيد الكارو واجي عندي. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا انت ما يخليك تعاوني لا مع راسك لا مع الناس. شنو غنديروا؟ نقجوا عباد الله؟ حنا بغينا نتعاونوا مع الشعب، نتعاونوا مع عباد الله. حنا بوسطاء وبغينا نعاونوا الناس البوسطاء. عندهم شي مشكل في هذا الشيء. انت قلتي يا فاطمه الزهراء عندك الغرض في الترياش، هو اللي كتدخلي فيه. اي هو اللي هو اللي كندخل به صريف. ولا الدجاجه كتريجها ب 6 دراهم. بعد البنات اللي شفتها سي غنطيح كنزيد الدريه. كنزيد الدريه، هما باغيين يريشوا بهذاك الثمن وباغيين نزيدوا. لا دابا انتوما دابا اي مول دجاج كيريش بثلاثة دراهم، ولكن انتوما يا كتلعبوا على الترياش. علاش لبعتي رخيص كتريش بزاف؟ كتقول كونتيتي 100 دجاجة مثلا في النهار غتريشها بديك 300 درهم. هادي هي كنشوف عندهم. انا كنجي هنا بكري كنمشي للمارشي، وكنجي هنا كندور على الناس على الكريدي، وهادي كنشوف الدجاج عندهم. تيجي الموتور بحالهم بحال الناس، كيجيبوا الدجاج بلا فاكتور ديالهم كيحطوه. واش هاد الناس كيجيبوا الدجاج بالليل؟ كيجيبوه في الميكات معقود، يعني نفس البيع والشراء. كلشي كيتشاف على عينيهم، راه كنجيبوا الدجاج امام الملأ.
راه كلشي كيشوف الموطور ملي كيوقف، الناس الكليان واقف وجاش كيدخل للمحل، ما كاينش شي حاجه مخبيه، والمحل غير صغير فين غتخبي؟ دابا راجلك مازال كيتسنى في القيد، يعطي الاوكي. مشى كاع بالرغم انك انت هذا اول غنبوس لي رجليه ونطلبو نزاوقو يخليني نحل. لحقاش حنا عندنا المرضى، هو عنده المرضى وانا عندي المرضى. مثلا مفروض شي حاجه على الناس، مثلا مفروض على كل شيء مثلا باش يكون عنده رخصه بحال بحال. لا بطبيعه الحال تكون قانونيه بحال بحال هاد الناس. السلام عليكم شريف. هاد الناس بغاو يسدوا لهم، كتعرفهم بصح كيبيعوا دجاج ميت. لا آه يلاه بداو حلوا، يلاه خدموا الدجاج باقي ما كاين والو. تيبيعوا الدجاج ناقص في الثمن ساكن. لا ممكن كندير واحد المحل فوق كان ناقص الثمن. اها ولكن هنايا حتى هنا نقصوا في الثمن والناس ما عجبهمش الحال. يلاه بداو هما اللي الدجاج اللي حداهم ما عجبهمش الحال. راه كاينه الحسد اختي بلا كلشي. هاد الزهره راه غير حلينا، تجمعوا جيجيه ومشاو عند القيد. والقيد شالينا، القيد باش عرفنا حلينا. مشاو لعندهم. علاش نتوما دايرين؟ شنو الرسالة ديالك قبل ما نختموها في القصة؟ كنوجه للسلطات توقف معانا، أنا ما باغي حتى شي حاجة، القايدي خلينا نخدموا بحالنا بحال الناس. كيتشاعون معانا، قلنا خوتو. والله قلنا خوتو بعد الزهرة واش غندير؟ واش نطلب؟ إذا الناس أختي دابا ماشي غالطين، راه دابا المحل كيبان. الدجاج واش هاد المرة دابا مثلا أمين هي دابا الدجاج مثلا أختي كلشي باين. ها هي دابا ساليت معاهم أنا جاي عند شوف المحل أختي فاطمة الزهرة واش هاد المحل دابا غتخبي فيه المرا راه ظلم هذا حشوم في فين يخبي الواحد وراه باين الكليان واقف تيا خذ راه كيتريش داك الشيء راه باين واشنو هاد الشيء كي واش هي كتجيب الدجاج كتحطه بالليل كتحطه في البلاستيك معكود هي كتجي بحال بحال الناس كتجيب فاكتورة من المارشي ديالها قانونيا الناس الكليان ديالها اللي كتسوق ما عندهم إلا بغاهم في التليفون عيطوا لهم كاع كيجيو ما يقدرش الدجاج غادي لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا مشاهدينا الكرام غنختم معكم هذا البث مباشر ونتلقى معكم في بث اخر باذن الله. انا راه مظلومه